هاي حبيباتي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم بهذا الفيديو مثل ما قلت بالعنوان رح يكون شوية لوكات بما انه العيد قرب ونحن هذا بنص رمضان، فحبيت اعمل شوية لوكات وجيب لبس عيد. بالصدفة في شركة تواصلت معي وبصراحة حبيت لبسة كتير، وقلت انه خلص بجيب لبس العيد من عندها وخلص بصير عندي لبس العيد يكون جاهز. وجبت كم قطعة وبصراحة كتير حلوين، كتير حبيتهم. بتمنى تستفيدوا من هاللوكات. الشركة اسمها ان اكودي وبصراحة الشركة كتير حلوة، ورح تاخذوا تخفيض على القطعة اللي بتشتروها، ورح يكون هذا هو الكود اللي شايفينه على الشاشة. بتمنى تستخدموه لحتى تاخذوا تخفيض على كل شيء. وإذا حابين تشوفوا الغراض شو هن والفساتين وكل شيء، سو جست بليز كيب واتشينج. بتمنى تكونوا حبيتوا وانبسطتوا واستمتعتوا بهالفيديو، وبصراحة بتمنى تكونوا اخذتوا افكار او مثلا استفدتوا من اللوكات اللي انا عم اعملها. بتمنى تكونوا حبيتوا هالشي عن جد، وعم فكر على طول اعمل هيك انه افكار لوكات وهيك شغلات. فبصراحة كتير بتسلى بالوقت، بتظبط اللبس الاكسسوارات، فكتير انه بقضي وقت. وبصراحة انا كتير مبسوطة اليوم لانه عملت هالفيديو، انا بصراحة استسليت وقضيت وقت كتير. فإذا حابين تشوفوني او تتابعوني اكثر فبليز تابعوني على انستغرام وسناب شات وفيسبوك لحتى نتواصل مع بعض اكثر. وكمان اذا انت جديد او اذا انت جديدة بالقناة بليز اشتركوا بقناتي لحتى تصيروا من بسماتي، وانا بحبكم كتير 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 كتير، واستنوني بفيديو جديد. باي باي.